بسم الآب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية يومية من إشعياء 43 عدد 1. الكتاب المقدس يعلمنا، يقول: والآن هكذا يقول خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. آمين. مبارك اسمك يا رب. يقول الكتاب المقدس: خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك. يقول لك لا تخاف، أني معك. كلمة لا تخاف موجودة أكثر من 365 مرة أو 366 مرة موجودة في الكتاب المقدس، وهي سوينا فيديو عليها بالمناسبة، على هاي كلمة لا تخاف. يقول لك لا تخف لأني فديتك. حتى يسوع المسيح يقول لا تخاف لي، قل لا تخافوا أكون معكم كل الأيام إلى انتهاء الدهر. دعوتك باسمك أنت لي. لو أنت بالفعل تحس، تشوف، تقدر تجيب نفوس للمسيح، الرب يتكلم معك يقول لك دعوتك باسمك. عندك هاي الموهبة، عندك هاي الميزة، عندك هاي الهدية من الرب، استخدمها استخدمها وجيب نفوس للمسيح. له كل المجد. لو نتأمل في التأمل يجي مع آيته، ويقول: نحن ننتمي للرب إله كل الخليقة ورب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إله أحياء. راجع بطرس الأولى 2:9-10، بس راح نقرأ شوية عليهم. نحن نتلقى نعمة الله ومباركين بمحبته، لا ينبغي أن نخاف، لأن الله يدبر مستقبلنا تماما مثل ما عمل عبر تاريخ شعبه المختار ليرسل المسيح. هو سوف يرافقنا عبر تجاربنا الصعبة التي سوف نواجهها، وهو سيحصل على تحقيق فدائنا. لماذا؟ لأننا ننتمي له، نحن له، وهو يعرفنا. هو خلقنا شعب الله، هو ملكه للأبد، نحن أولاده. والله الله القدير. آمين. طبعا من رسالة بطرس الأولى 2:9-10 يقول: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناه لكي تخبروا بالفضائل التي دعاكم من الظلمة إلى النور العجيب. بآية 10 يقول: الذين قبلا لم تكونوا شعبا، قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. آمين. مبارك اسمك يا رب. من رسالة يوحنا الأولى يقول: أيها الآباء، أيها الأحبة، الآن نحن أولاد الله. احنا من وس، احنا اولاد الله، رفعنا من مرتبة العبودية الى اولاد الله. الصلاة تجي مع آية يوم: ربي القدير، رب ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب، سبحك على اخلاصك لوعودك، اشكرك على عملك الفادي عبر عدة الاجيال، قدرك بعمق لارسالك ابنك لي الذي هو مسيحنا لكي يفدينا. سبحك إلهامك بالإنجيل تعلمني حقك، من فضلك أعلم بامتنائي العميق ببركة تعلقي بك، ومعرفة أنه بإمكاني أن أثق في مستقبلي معك. من فضلك بارك شعبك حصرا لوجود دائم، واستخدمني لكي نمجدك، لكي مجدك، باسم يسوع ربي ومخلصي أصلي. آمين. قلت لأحبة، ربي يبارككم، نشوفكم فيديو ثاني، ربي يقويكم، تصبحون على خير. Good night.